بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والتسليم، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيقول الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المؤمنات، ما زلنا نستظل بألوان آية النور. قد جاء من الله نور وكتاب مبين، نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. فتحدثنا عن معنى النور ومظاهر هذا النور وما ينبغي للمسلم ان يفعله من اجل ان يقتبس من هذا النور. تحدثنا كذلك عن وعن إبانة الكتاب وعن بيان الكتاب وعن مبين الكتاب الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وتحدثنا كذلك بشيء من التركيز والاختصار عن معنى الهداية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقلنا ان هذه الهدايه وهذا ما نزله فيه، ان هذه الهدايه تاتي من عند الله عز وجل، هي اولا باذنه وتوفيقه وعدله وفضله ورحمته. الله عز وجل يهدي من يشاء. ومن هداه الله سبحانه وتعالى فعليه أن يحمد الله على هذه الهداية ولا يسأل بعد ذلك ولا يتفلسف، فعليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، على نعمة الهداية. وأفضل شكر على هذه الهداية، على نعمة الهداية، هو أن تطلب الله عز وجل أن يثبتك على الهداية. ولذلك هذا سر من أسرار تكرار الفاتحة في كل ركعة، حتى يشكر المسلم ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة على الأقل 17 مرة في يوم كل ليلة على الأقل. هذا بالنسبة لمن اقتصر على الفرائض 17 مرة في كل 24 ساعة. تطلب الله عز وجل أن يثبتك، اهدنا الصراط المستقيم. تطلب مزيدا من الهداية وتطلب تثبيتا على هذه الهداية. وفي هذا رسالة عجيبة جدا، وهي أن الإنسان لا يستطيع أن ينفصل عن هذه الهداية ولا أن يستغني عنها ولو يوما واحدا. إذا استغنى عنها ولو يوما واحدا ضل الطريق. وهذا سر من أسرار تكرار هذا الطلب وهذا الدعاء في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. إذا الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الهداية بطلب المزيد منها وطلب التثبيت
ويوصلك ويوصلك بربك سبحانه وتعالى هذا الفعل الذي تطلب فيه هذه الهدايه اللي هو الصبر. فالصبر هاديه بفضل الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها نورا، والصلاه نور. وقلنا سابقا ان هذه المفردات الموجوده في هذه الايه كلها تنحو منحا واحدا، وهو النور الهدايه الاستقامه الاباده، كلها في مساق واحد، كلها نور. وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهدي الى صراط مستقيم. كل هذه المفردات وهذه المصطلحات الموجوده في هذه الهاتين الايتين بالاحرى في هاتين الايتين تدل على شيء واحد، وهو ان يصير الانسان ويسير الى ربه سبحانه وتعالى هاديا ومهديا، ان يكون هو المهدي وان يهدي غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في هذه الهدايه، اذا كان المسلم يطلب ربه سبحانه وتعالى ان يهديه فانه عليه كذلك ان يعدي ان يحاول تعديه هذه الهدايه، والهدايه التي ينتجها هذا الانسان هي بمعنى الارشاد، بمعنى تبيين الطريق، بمعنى التوضيح، بمعنى النصح، بمعنى التوجيه. ماشي هذه الهدايه ديال ربي سبحانه وتعالى، الهدايه ديال ربي سبحانه وتعالى هدايه توفيق، هدايه الهام، هدايه تثبيت. ولكن هذه الهدايه التي يكلف بها هذا الانسان هي بهذا المعنى، في هذا الحدود، في حدود النصح والاتجاه والتوجيه والتربيه وغير ذلك والتنبيه وغير ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. عرفتينا نصيحة واحدة تقدمها للإنسان، نصيحة واحدة بشروطها، داود بشروط النصيحة داود سنعرفها، نصيحة واحدة تقدمها للإنسان تخلص فيها لله عز وجل، سيرفعك الله عز وجل بها مقامات كبيرة، وسيعطيك أجرك ويوفيك أجرك في الدنيا، ويصلك أجر ذلك وأنت في قبره إلى يوم القيامة. أجر من تبعه حتى الذي نصحته، حتى الذي نصحته إذا نصح شخص آخر بنفس النصيحة التي نصحته بها يعود عليك أجر ذلك. وهكذا فالسلسلة لندرك قيمة هذا الأمر في ديننا، وأن هذا الدين هو دين إرادة الخير للغير بامتياز. لا يحتفظ الإنسان بالخير لنفسه، ما يحتفظش الإنسان، كل ينفق مما عنده، كل واحد شطار ربي سبحانه وتعالى، كل ينفق مما عنده، يعطى ربي سبحانه وتعالى من العلم يبين للناس، يوضح للناس، يعطى ربي سبحانه وتعالى من كتاب الله، يقرأ القرآن، يعلم القرآن، يحفظ القرآن، يعطى ربي سبحانه وتعالى من المال، ينفق ولا يخشى فقرا ولا إقلالا، وهذا كله داخل في هذا الاتجاه، في هذا الباب العظيم.
سبحانه وتعالى، ليتبع إخوانهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النبي. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول يأتي به الله من اتبع إخوانهم سبل السلام، الأمر الثاني ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. صحيح أن السياق، سياق الآيتين جاء في الحديث عن ظلمات الشرك والكفر ونور الإيمان، ونور الإيمان. ولكن حتى المؤمن الذي يقرأ هذه الآيات ويتدبرها ويتأمل ويستفيد منها، كيف ينتفع بهذه الآيات أو بهذه الجملة من الدار من الظلمات إلى النور؟ ينتفع بها. أولا ينتفع بها فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى يثبته على هذا الإيمان، أن يثبته عليه لأن القلوب بيد الله عز وجل. وثانيا هناك ظلمات كثيرة وهناك أنواع كثيرة، فالإنسان حين يهدي الله عز وجل من الجهل إلى العلم يكون قد أخرجه من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمة النفاق إلى نور الإخلاص، ومن ظلمة الشح والبخل إلى نور الجود، إلى نور الجود والكرم، ومن ظلمة الانتقام والثقل إلى نور العفو والصفح. وهكذا كل قيمة سلبية، كل قيمة سلبية كيف ما كانت إلا وفيها ظلمة، فيها ظلمة من نوعين آخر. وكل قيمة إيجابية حسنة إلا وفيها نور، إلا وفيها نور. ولذلك الإنسان عليه أن يحاول أن يقلع نفسه وأن يخرجها من ظلمات كل القيم وكل المساوئ وكل الرذائل إلى أنوار كل الفضائل، ليعيش بإذن الله عز وجل منورا في هذه الحياة الدنيا هانيا مهنيا كما أراد الله، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك، والله ولعباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم ارزقنا بإخلاص على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وكلها، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اهدنا بهدايتك، اللهم احسن عاقبتنا من كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون
إنه لكم عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين الله أكبر. الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإني عذت بربي وربكم
الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط اهدنا الصراط
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حميم تنزيل الكتاب
كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. سبحان الملك القدوس.
رب الملائكة والروح جنة السماوات بالعزة والجبروت وتعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ولمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك وأتوب إليك إنك على كل شيء قدير. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح سبوح قدوس قدوس رب الملائكة والروح جلت السماوات بالعزة والجبروت وتعززت بالقدرة وظهرت العباد بالموت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ولمعافاتك من عقوبتك وبك بك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك وأتوب إليك إنك على كل شيء قدير. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان سبحان قدوس قدوس رب الملائكة والروح جلت السماوات بالعزة والجبروت وتعزز بالقدرة وقهرت العباد بالموت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك وأتوب إليك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد نعم الله عظيم وإفضال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى